الحصه قبلوا عليا. كاين واحد مكوين ما اليوم كنتواجدوا في مدينه تيزنيت وبالضبط في الدوره التكوينيه لفائده منتخبات ومنتخبي الجماعات الترابيه بجهه سوس مسا. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر جهه سوس مسا اللي فكرت في هذه المبادره انها تدير لنا هذه التكوينات ونستفدوا فيهم. يعني هذه مبادره كنشكرهم عليها لان من هذه التكوينات هما فاش كنستافدوا، هما فاش كنتعلموا، هما فاش كنعرفوا اننا نكونوا في المواقع اللي حنا فيهم ونساهموا كذلك حتى حنا في التدبير وفي التسيير المجالس ديالنا. اليوم كنتواجدوا بفندق ايدو تيزنيت في اطار التكوينات اللي درتها لنا جهه سوس مسا مشكوره. اللي كنطمحوا في هذه التكوينات اننا نتعلموا المزيد ونكونوا يعني نساء قياديات في المستوى اللي نقدروا نعاونوا او نديروا المساهمه ديالنا حتى حنا في البناء ديال الوطن. وشكرا. كما تتعرفوا بانه هذا البرامج التكوينيه اللي كتهم المنتخبات والمنتخبين بجهه سوس مسا هو يندرج في اطار تحقيق واحد الحق اللي هو منصوص عليه في القانون التنظيمي او القوانين التنظيميه التي تؤطر العمل ديال الجماعات الترابيه بالتالات، اضافه الى انه الجهه يدخل في اختصاصاتها وفق القانون في الماده 82 من القانون التنظيمي، وهو مؤجر في اطار مرسوم ديال اللي خرج في المرسوم 296 اللي خرج في 2016. وبالتالي احنا في هذه المحطه الاولى استهدفنا العنصر النسوي كما كان الشان بالنسبه لاول المحطه الاولى اللي كانت في 8 مارس من السنه الماضيه من هاد السنة هادي، واللي كانت كتهم يعني النساء القيادة النسائية. وهذا المحور هذا عنده دلالات ديالو، عنده كذلك يعني واحد تيمة مهمة تهم الدور ديال النساء داخل المؤسسات المنتخبة يعني الأدوار الطلائعية، وكذلك ما يقومن به من أجل تحسين يعني مؤشرات التنمية في الجماعات اللي كيتواجدوا بها في كل المستويات، لا على مستوى ديال المراقبه ولا كذلك على مستوى ديال التدبير. اضافه الى ذلك كيبان على ان الجماعه يعني الانخراط ديال الناس ديال اقليم تيزنيت اليوم من خلال الحضور المكتمل للنساء اللي هم مستهدفات في هذا المحور الاول، ابان على ان هناك واحد الاستعداد كبير ديال تحسين الاداء وتعزيز القدرات والتمكين اللي تيوفروا مجلس جهه سوس مسا برئاسه السيد الرئيس، اللي كيعتبر بانه هذا المجال ديال التكوين احد المرتكزات الاساسيه اللي يمكن من خلالها انه نحسنوا مؤشرات الاداء وكذلك نحسنوا كذلك من جوده التقارير اللي كتكون من طرف اللجان ديال التفتيش، وكذلك باش نقلصوا الى ما قلناش انه تنعدم الملفات ديال المتابعه اللي كنعرفوا بانه في السنوات القليله الماضيه انه انتشرت مجموعه ديال المتابعات. وهذا كيبين على ان لابد اننا نحسنوا ونتعلموا ونعرفوا اشنو هما المسائل اللي هي محينه في القانون، ما هو اللي هو حق للمسؤول وما ليس له حق فيه، والعضو ما هي الحقوق التي المكتسبه والحقوق التي لا يمكن انها تكون محطه يعني نقاش. وبالتالي هذا هو الهدف الاساسي، وهو انه تكون عندنا واحد نخبه داخل المجالس المنتخبه اللي هي عارفه يعني شنو هو الحقوق والواجبات، وكذلك كيف يمكن انها تحسن الاداء ديالها، لان الانتظارات كثيره جدا ولا يمكن ان نحسن اي مؤشر من المؤشرات الا من خلال اننا نتزودوا بكل ما يعني الوسائل والادوات ديال التدبير الجيد.